رغم ان انا عندي يقين من جوايا ومش هغير هذا اليقين، ان شاء الله مباراه بكره يكون فيها خير. انا عندي يقين بكده، ما اعرفش ليه، ان شاء الله يوم السبت عندي خير. في لسه كان بيتكلم معايا اصدقائي كلهم من او زملائي في الاعداد، كنا بنتكلم في هذا الامر، قلت لهم انا عندي يقين في مباراه بكره ويوم السبت ان شاء الله ربنا يكرمنا، لانه النادي الاهلي بالفعل زي ما الاستاذ احمد دياب قال هو اكثر المتضررين في الوقت اللي احنا فيه. فانا بشوف لعيب الكوره لما يعني يتكلم عن حاجه حصلت في كره القدم، ببقى وانا بتكلم بحسها من جوايا، ببقى حاسس ان اللعيبه دي، صدقوني اللعيبه دي مش قادرين، اللعيبه دي تعبانين. لعيبه النادي الاهلي دول تعبانين جسمانيا وبدنيا وكل شيء، وذهنيا وكل شيء. فمحتاجين ان هم يريحوا ليه؟ يريحوا عشان مباراه بيراميدز، ويريحوا عشان مباراه سان داونز، ويا رب يكونوا مريحين على مباراه السنغال. لان انا متخيل ان محمد هاني هينضم للمنتخب، متخيل ان ياسر ابراهيم بنسبه كبيره هينضم للمنتخب، انا متخيل ان احمد عبد القادر هينضم وبنسبه كبيره للمنتخب، متخيل ان محمد مجدي قفشه يكون له دور مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. ادي اربع لاعبين ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت، بجانب خمسه بعد اصابه اكرم، بجانب خمسه تانيين اللي هم الشناوي وايمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد شريف، ادي الخمسه اللي موجودين مع يعني ممكن يبقى 10 لاعبين موجودين او 9 لاعبين موجودين مع المنتخب يوم 25. كم واحد هيبقى في الملعب؟ على الاقل 3 او 4. اتمنى يا رب يكونوا قادرين ان هم يلعبوا مباراه يوم 25. ان انا يا رب انا بحاول ان احنا نبقى موجودين في الاستاد ونشجع بلدنا ونقف في ظهر بلدنا ونفضل ورا بلدنا لغايه ان شاء الله ما نصل الى كاس العالم ونتبسط وكل المصريين يتبسطوا ويفرحوا، لان هو ده اللي يهمنا في النهايه. لكن على الجانب الاخر، هو ده هيحصل ازاي؟ تخيل حضرتك، تخيل خلاص الماتش هيتلعب بكره، صح؟ انا ما بتكلمش اهو، الماتش هيتلعب، انا بقول ان الماتش هيتلعب بكره عشان محدش يقولني كلام. خلاص الماتش هيتلعب بكره، لكن تخيل حضرتك لو الماتش ده مش موجود ولا حاجة، هتلعب ماتش يوم السبت، هتبقى مريح من السبت للسبت، هتسافر بكرة عادي بس هتسافر بدري شوية لو كان بقى طبعا في ترتيب لهذا الأمر، وبعدين هترجع تلعب يوم 18، وبعد كده تلعب يوم 25، أسبوع أسبوع أسبوع، كل أسبوع هتلعب مباراة. هو ده اللي أنا كان نفسي فيه عشان يوم 25، هو ده اللي أنا كان نفسي فيه عشان النادي الأهلي يلعب يوم السبت بشكل جيد، ويلعب يوم 18، وبعد كده المنتخب يلعب يوم 25 بشكل جيد. فتخيل، شوف تأثير هذه المباراة. دي وجهة نظري، مش وجهة نظر حد، دي وجهة نظر أنا بقولها وبتكلم فيها. لكن في النهاية خلاص، راجل محترم الحقيقة النائب أحمد دياب، اتكلم بمنتهى الأريحية واتكلم وجاوب على كل الأسئلة، ويا جماعة 1 2 3، وبالعقل وبالمنطق. الحقيقة كنا مفتقد، أنا شخصيا كنت، مش أنا، كل الناس كانت مفتقدة الكلام بالمنطق والاحترام ده الحقيقة. يعني ما عنديش حاجة بتستخبى، عندي مسؤول بيطلع وبيواجه مسؤولياته وبيشوف إسلام بيقول إيه، وبيشوف كابتن شوبير بيقول إيه، وبيشوف إبراهيم فايق، كابتن إبراهيم فايق بيقول إيه، وبيشوف وبيرد على الاستاد الرد. هو ده اللي احنا دايما عايزينه، وهو ده تقدير، وده دور الإعلام وتقدير المسؤول للإعلام في نفس الوقت، إعلام أهلاوي إعلام غير أهلاوي زي ما حضراتكم شايفين كده. هو ده اللي احنا دايما بنطلبه، ان احنا يا جماعة